لكن القضية أخرى، القضية هو أيضا صراع فكر. ذول النماذج اللي هم ثلة بتعبيرنا مرة من باب اللطيفة نقول ما بيهم حمل كية، يعني تجيون ذول اللي هم المحسن المعترضين كل العراق ما بيهم كية متقبطهم. طيب. لأنهم ذول يقولوا إحنا نريد دولة لا دينية، بمعنى أنا أفرض عليك مو تفرض علي، أنت 90% مو من حقك تفرض على نفسك، بس أنا 5% من حقي أفرض عليك. أنا أساساً الصراع فكري، ما أريد العراق بشيء اسمه دين، لا ثوابت شرعية، لا ثوابت فقهية، لا ثوابت عقائدية. الدين هم هاي نظريتهم، الدين بعيد عن السياسة، بعيد عن المجتمع، بعيد عن الحياة، هذا أساس المشكلة. وإلا هو ترى ما محترق دمه على بنتي أو على زوجتي أو على ابنك. فيها الأغلبية الشيعية وهي أغلبية حاكمة، ولهذا ليش أقول هنا الآن بدأ الدور. أنتم أيها الشيعة، أولاً إذا وفق الصراع الفكري والثقافي فما أعتقد أننا بحاجة إليكم أكثر بحاجة إلى القدر المتيقن. يعني القضية ما بها نقاش، ما بها خلاف شيعي شيعي، هذا واحد. إذا القضية حقوق ناس فأنتم ما راح تجبرون الآخرين. يعني أنا ما معقولة ست فرح يجي الشيوعي يحدد حياة الاجتماعية.